مساء الخير على الجميع. التكريم ده شرف ليا كبير للدور اللي قمنا بيه في احتواء الشباب اللي كانوا مرفوضين من المجتمع كله بسبب تدني الكلمة اللي كانوا بيغنوها. الشباب دول زيهم زي اي شباب بيحلم، ولكن ضل الطريق، وكانت وجهة نظري ان احنا نجدهم ونقعد معاهم ونفهمهم يعني ايه مصر، يعني ايه الفن المصري. ابدع زي ما تبدع، ولكن لا تدخل بيوت ابنائنا بألفاظ خارجة، ودايما يا رب متجمعين بنجاح ومشرفينا كل الاعلاميين وكل الفنانين. شكرا لكم. طبعا احنا خلصنا جوائز الابداع والتميز، ودلوقتي فوت الجمهور للسينما. وطبعا وهندخل على منعطف خطر ودور التميز لمحمد علاء. انت عمرك ما تتغير. عارف انا فشلت في حياتي ليه؟ عشان انت خليتني اصدق اني فاشل. كل حاجه في حياتي كنت بعملها وانا خايف منك، بس دلوقتي خلاص انا هسيبك تموت لوحدك. هدفنك ولا هكفنك ولا امشي جنازتك ولا اخد عذابك. تحية لك محمد علاء من النجوم اللي ليهم مكانة كبيرة جدا الفترة الجاية في الدراما المصرية. من الشيخ مؤنس في لعبة نيوتن انطلق، وموهبته الكبيرة والنجاح الكبير في غرفة 207 أصبح عبقري تمثيل. الموهبة والكاريزما والإبداع محمد فراج. انت دلوقتي بينطبق عليك كلام ربنا اللي بيقول الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عايز أقول لك إن أنا آسف. آسف على كل حاجة عملتها معاكي. عايز أقول لك إن أنا غلطت في حقك، وعارف كويس أوي إن مفيش أي حاجة أقدر أعملها تصلح غلطك. وكل اللي بتمناه إن يجي يوم وتقدري تسامحيني فيه. الأدوار الصعبة رئيس جمهورية التمثيل.